هو معي على الهاتف الاستاذ هشام عز العرب، رئيس مجلس اداره البنك التجاري الدولي. استاذ هشام، مساء الخير يا فندم. اهلا بك يا استاذ الامير. اولا لازم ابارك لك على الجائزه التي فاز بها التجاري الدولي كافضل بنك في الايمرجينج ماركتس في العالم. كتر خيرك. والله في الحقيقه انا لسه بحاول ان انا استوعب الخبر، يعني لانه كان اولا لان التصنيف ده كان منين؟ من يورو ماني اعتقد. هو اليورو ماني كان من حوالي شهرين كده اهوت. احنا كنا قدمنا ان احنا على ذا بيست احسن بنك في الشرق الاوسط، و بتقدمي لهم زي كيس ايه اللي انت انجزتيه في خلال السنه، بتعملي ايه، خططك ايه، عاوزه توصلي لايه. و في الحقيقه برضو كنا واثقين ان احنا هنكسب في الشرق الاوسط، والحمد لله خدنا الفوت على ان احنا احسن بنك في الشرق الاوسط لعام 2017. وبعدها بحوالي كام يوم كده قالوا لنا على فكره انتوا علشان خاطر قدرتوا تاخدوا الجائزه ده هي تقدروا تقدموا على حاجه دوليه. وادي الجوائز اللي تقدروا تقدموا عليها، وانتوا ادرسوا وشوفوا عاوزين تقدموا على ايه. فقعدت انا وزمايلي في البنك نتكلم، والحاجه الجميله انه كان كل الناس مبسوطه وعاوزه تقدم، وكان جوانا احساس كده اهوت احنا عندنا كيس ونقدر نكسب. وقعدنا اشتغلنا في، يعني حقيقي الناس تعبت دي وقدمت الحاجات منافسة دي. يعني يا هشام، يعني دي طبعا. بتبقى وقدمنا، وبعديها اسبوعين كده اتصلوا بينا قالوا انتوا في الليسته القصيره على في الشورت الشورت ليست ليست. يعني، وهنعمل فرنس كول معاكم زي مكالمه تليفون علشان نستفسر عن حاجات من الحاجات اللي قدمتوها. كونفرنس كول، وكنا حوالي ستة او سبعة من زمايلي، وكل واحد فينا اتكلم في الجزء بتاعه، وعملنا خلصنا. انا بصراحه واحنا بنقفل التليفون قلنا احنا كسبنا، لان من الاسئله ما بيطلبش استفسار اكتر. قلت لهم بصوا انا بقول ان احنا، بس برضو عاوز اقول لك على حاجه، يعني هو الحاجه الجميله اولا لازم اشكر معالي سفير مصر في لندن، لان انا شفت شورت نصر نوتس كامل قال لنا حياة سفير محترم جدا. جه حضر، جه حضر وهو انبسط من، يعني كان طبعا فخور دوت، لان احنا في الحقيقه الترابيزه اللي انا كنت قاعد عليها كنا خمسه، لان في خمس جهاز الكبار، احسن مصرفي في العالم، احسن بنك في العالم، احسن بنك في الاسواق الناشئه اللي احنا كان بتاعنا دهوت، احسن انفستمنت بنكر في العالم، في بنك في العالم يعني، واحسن ريتيل بنك في العالم، ويلث مانجمنت. ادي خمسه او ست جوائز هم الكبار يعني. فلما قعدت على الترابيزه انبسطت جدا. هم كانوا عارفين ان هم يعني بالنسبه لهم عادي ان اتش اس تاخد جائزه دوليه والكلام ده. قعدوا يسالوني اسئله وكانوا مبسوطين جدا بالبنك، يقولوا انتوا بالظروف اللي عندكم، بالاوضاع اللي موجوده، تقدروا تعملوا الحاجات دي في الكام سنه اللي فاتوا، تقدروا توصلوا لها. واحنا وريناهم الورق وقلنا لهم احنا الحاجات دي قلنا هنعمل، واحنا في سنه 2006 قلنا هنعمل كذا، واحنا في سنه 2010 قلنا هنعمل كذا، واحنا في عز الثوره في 2011 و12 قلنا هنعمل كذا وعملناه. ففي الحقيقه انا كنت مبسوط من تعليقات الناس الكبيره قوي دهيت، لما اكون رئيس مجلس اداره اتش اس بي سي او سيتي بانك او جوليوس بير او جولدمان ساكس، بيعلق وبيكاخد ويدي معاكي. في الحقيقه انا كنت فخور ان انا مصري، يعني الحقيقه انا بتكلم مش بتكلم بقى سي اي بي بس، لا على مصر يعني. واحنا كمان الحقيقه سعداء وفخورين جدا ان بنك مصري قطاع خاص يفوز بهذا اللقب. ده شيء طبعا. انا بس عايز اقول ان في الايمرجينج ماركتس، يعني يا هشام، يعني المنافسين كانوا مين؟ يعني قول لي المنافسه عارفين انا بتكلم بقى بنوك ماليزيا، بنوك اندونيسيا، بنوك روسيا، بنوك البرازيل، بنوك الاكوادور، بنوك تشيلي، يا لا بصي دي ده ده براكت واسع قوي يعني. كل بنوك افريقيا، الكثير من بنوك طيب. اسيا، عمليه كبيره يعني، مش طيب. بس الحمد لله. وبعدين دلوقتي بنتكلم بقى، طيب احنا خدنا دهوت واحسن بنك في ارجو ماركت، تعالى بقى السنه الجايه عاوزين ناخد ايه؟ فيعني ان شاء الله بنحط بريشر عشان حاجه ثانيه ان شاء الله. تدونا احنا ايه؟ احنا المودعين، فلازم تدونا حاجه بمناسبه هذه والله الجائزه. والله طيب خليني اسال حضرتك عن قرار المركزي او قرار لجنه السياسه النقديه برفع اسعار الفايده على الايداعات، كيف ستطبقونه في البنوك المصريه؟ انت رئيس اتحاد بنوك مصر وطبعا رئيس التجاري الدولي، هتطبقه ازاي؟ عن تجربه سابقه في التغيرات في الاسعار اللي تمت قبل كده اهوت، بتعود لكل بنك وظروفه. يعني مش شرط ان الاسعار تطلع البنوك هترفع، لان برضه حضرتك لازم يكون، يعني صعب قوي ان انا النهارده الاقي عملاء تستلف بالاسعار دهيت.
خانق، والبنك المركزي سياسته كانت هي سياسه اصحاب السيوله والكلام دوت، لكن هي ويمكن كانوا مع بعض. انا اتفرجت على الحلقه بتاعت حضرتك امبارح، وكان الزملاء بيتكلموا، ايوه في الشركات والمصنعين عندهم مشكله في تكلفه التمويل دهيت، فانا حتى لو لقيت العميل دوت بيستلف بالسعر دوت، ما هو هيرجع مره تانية ينقل التكلفه دهيت للمستهلك يعني. فاحنا بنجد يعني حاليا بتجد صعوبه ان حد يقترض بالاسعار اللي قبل الزياده 2%. حتى الافراد يعني بالاسعار دهيت اصبحت مكلفه جدا. يعني كار لون بقى صعب، مورجج بقى صعب مكلفة جدا، مكلفه. قد تكون هذه سياسه البنك المركزي ان هو يحاول يحجم الاستهلاك والائتمان والطلب على الائتمان والاستهلاك علشان يقدر يستوعب الدوره بتاعته يعني. لكن انت بتقول لي ان مش كل البنوك ممكن انها تنفذ هذا الرفع. هو حصلت في الرفع اللي فات وشفناها ان البنوك ما يعني السي اي بي مثلا هيعمل ايه؟ بص حضرتك، احنا لسه بندرس الوضع ده، جزء من سوق، والموضوع يمكن احنا من المجموعه الكبيره اللي كانت في ناحيه الصف، ان الريتس مش الاسعار الفائده مش هتطلع. انتوا اساسا ما رفعتوش المره اللي فاتت. لا، ما رفعناش المره اللي فاتت، وكثير من البنوك ما رفعتش المره. كثير من البنوك ما رفعتش، وده مش بس عشان بنبص على المودعين، احنا بنبص اكتر على المقترضين، ان احنا مش هنقدر. انا عشان اخد وظيفتنا سهله قوي، وظيفتنا باخد ودائع حضرتك اسلفها لحد. فلما لو انا باخد ودائع حضرتك ما اسلفهاش لحد، ما عنديش حد اسلفها له. زائد كمان ما نقدرش ان احنا كبنوك كل الفلوس الودائع اللي ناخدها هنحطها في اذون الخزانه. طب ما تروح انت تشتري اذون الخزانه. يعني انت فاهم قصدي ايه؟ يعني شغلتنا ناخد ودائع العملاء نحطها في اذون احنا بنساهم في الاذون والسندات والكلام دوت، ولكن هو الطلب على الائتمان في الحقيقه في القطاع الخاص ضعيف. وبالتالي التحدي اللي موجود لينا مش ان انا انقل رفع سعر الفائده دهوت من المركزي للمودع، لكن هو ان انا انقله من المودع الى المقترض. هل انخفض الطلب على القروض الشخصيه؟ وانا هنا بكلمك كرئيس اتحاد بنوك يعني، هل انخفض الطلب على القروض الشخصيه سواء للبنوك او لغيره، عفوا سواء لسيارات تمويل، سيارات او اي تمويلات شخصيه في البنوك في الفتره الاخيره؟ هو يمكن انا ما قدرناش نقيس التاثير، لان الفتره قصيره قوي بين الرفع بتاع 2% اللي فات، كان حوالي من اسابيع قليله، والرفع المره دي، وبالتالي لسه ما عنديش البيانات المحدثه تاثير الرفع السابق ايه على الطلب على القروض الشخصيه. لكن احنا من اول السنه والطلب على قروض الشركات كان في الحقيقه يعني يعتبر، انا بعتبره من نوع اللي هو يعني مش هقول هزيل انما ضعيف، مش طبقا يعني مش طبقا للاكسبكتيشنز بتاعتنا، او ده اللي ما يحرق. احنا محتاجين نحرك الاقتصاد، وده اللي مهم يعني. معظم الطلب على الائتمان كان للقطاع الحكومي. بشكرك استاذ هشام عز العرب، رئيس مجلس اداره البنك التجاري الدولي، رئيس اتحاد البنوك، وبحييك وبهنيك مره اخرى على هذه الجائزه.